الأخبار من اي تي في العدالة. وفيها التقاعد المبكر وإجراءات تنفيذ أحكام الدستورية على جدول أعمال الجلسة المقبلة. إحالة 23 ملف إعاقة إلى النيابة بتهمة التزوير في أوراق رسمية. الخدمة المدنية يحدد 4 فترات لتسجيل الراغبين بالعمل. السكنية تستدعي الدفعة 6 لقسائم جنوب صباح الأحمد. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الجلسة المقبلة المقررة في 8 يناير الجاري ستشهد مناقشة قانون التقاعد المبكر وإجراءات تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن عضوية النواب والرد على الخطاب الأميري، مشيرا إلى احتمال مناقشة قانون الصحة النفسية. بعد البنود الرئيسية ستكون هناك المداولة الثانية لقانونين اللي لم نتمكن في الجلسة الماضية من الانتهاء منهم. أحدهما قانون التقاعد المبكر، حسب ما أبلغني الأخ رئيس اللجنة بأن هناك العديد من الاجتماعات ستتم اليوم وغدا واجتماع رسمي للجنة يوم الأحد، نأمل بأن يتم الانتهاء من البيت في آخر التعديلات يوم الأحد. إذا تم هذا الأمر سيناقش في جلسة يوم الثلاثاء، وهذا ما نتمنى. فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ حكم الدستورية أيضا ستكون خلال الجلسة القادمة، وبعد ذلك سيكون هناك استكمال للرد على الخطاب الأميري، وأتوقع أن هذا راح يأخذ يعني أغلب جلسة الأربعاء، وقد يكون هناك مجال للانتهاء من قانون الصحة النفسية. هذا بالنسبة لجدول الأعمال. أيضا التقيت مع العديد من النواب صباح اليوم، وهناك اتفاق على أن ننشط الجانب التشريعي والعمل على الانتهاء من العديد من القوانين حتى نعوض النقص التشريع أو النقص في إصدار بعض القوانين الملحة والمهمة والتي تهم المواطن. نأمل بمزيد من التنسيق أن يكون هناك إنجاز أفضل. من جانب آخر، غرد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عبر حسابه بتويتر قائلا أن على من امتهنوا إطلاق الشائعات للطعن بذمم وأعراض الشرفاء وتشويه سمعتهم أن يعرفوا أن سمومهم ستعود عليهم عاجلا لا آجلا. قدم النائب عسكر لانزي اقتراحا بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2019، ونص الاقتراح على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية وفقا لحكم البند 3 من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه 4000 شخص. كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز عن إحالة 23 ملف إعاقة إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في أوراق رسمية للاستفادة من مميزات تمنح لذوي الإعاقة دون وجه حق، فضلا عن إحالة عدد من موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بعد اكتشاف تورطهم في تزوير شهادات إثبات إعاقة. وأوضح الخراز أنه تم اكتشاف التزوير بفضل تطبيق نظام الميكنة والأرشفة الإلكترونية، حيث تبين من خلال المراقبة المستمرة أن الموظفين المتورطين قد دخلوا على النظام عن طريق سرقة أسماء دخول وأرقام سرية تعود لموظفين لهم صلاحيات الدخول على النظام وإجراء الكثير من العمليات وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.
أعلن ديوان الخدمة المدنية عن تحديد مواعيد تسجيل المواطنين الراغبين بالعمل في وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة خلال 4 فترات خلال العام الجاري. وأوضح الديوان أن هذه المواعيد تتوافق مع مواعيد تخرج طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت، وبما يضمن عدم التداخل مع الإجازات الرسمية وشهر رمضان المبارك أو موسم الحج بهدف إتاحة الفرصة لجميع الراغبين بالتسجيل. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع الدفعة 6N2 من القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، متضمنة 663 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لأصحاب الطلبات حتى 29 من أكتوبر 2013. ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المنطقة المذكورة إلى مراجعتها يوم السبت المقبل الساعة 9 صباحا. ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في المنطقة المذكورة ولم ترد أسماؤهم في الكشف إلى مراجعتها يوم الأحد المقبل الساعة 9 صباحا. أصدر مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد قرارا إداريا يقضي بترقية 133 ضابط صف إلى رتبة ملازم بعد أن أمضوا في الخدمة 15 عاما وحصلوا على شهادة الثانوية العامة. تتشرف الإدارة العامة للإطفاء بتهنئة زملائنا المجتازين لدورة الترقية من رتبة ضابط صف إلى رتبة ملازم إطفاء، والتي عقدت خلال الفترة من 25/11/2018 إلى 27/12/2018 في مركز إعداد رجال إطفاء. بناء على تكليف من سيدي مدير عام الإدارة العامة للإطفاء فريق خالد ركان المكراد، أبارك لكم رتبكم الجديدة في هذه الحلة الجديدة في هذه السنة الجديدة في أكثر من مناسبة، وأتمنى لكم التوفيق